بدأ العام الدراسي الجديد في كندا بحركة قد تبدو اعتيادية للحافلات المدرسية، لكن بعدد ضئيل جدا من الطلاب، مع نقص في السائقين الذين رفضوا العودة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا. الحكومة الكندية خيرت أولياء الأمور بين التعليم عن بعد أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة مع إلزامية ارتداء الكمامة. وسعنا قدراتنا الخاصة بالفحوصات للفيروس خاصة في المدارس الثانوية. عملنا على مدار الساعة لإطلاق موقع عبر الإنترنت أشار إليه مسبقاً رئيس الوزراء، وهو خاص بالبيانات المتعلقة بكوفيد-19 وتتبعها في المدارس. العلامات الإرشادية والتعليمات الوقائية أصبحت تلون المدارس وجدرانها في الداخل، أما ساحة الألعاب الخارجية فتم تحديد الأعداد فيها. أشعر أن أطفالي يتمتعون بقدر كبير من المرونة في مواجهة المشاكل، ونحن كأولياء أمور إذا علمنا أطفالنا على الإيجابية وإخبارهم أنهم في أمان بالمدرسة سيكونون بخير، لأن الأطفال يتعلمون بسرعة. أعتقد أنا كأم قررت أن أعيدهم إلى المدرسة لأنه أمر إيجابي بالنسبة لهم، فهم يجب أن يكونوا مع الأطفال الآخرين. الشوارع افتقدت لحركة الطلاب المعتادة في شهر سبتمبر بسبب قلة الحضور إلى المدارس. بعض الأسر أرسلوا أولادهم مضطرين بسبب ظروف العمل أو صعوبة التعامل مع التدريس عن بعد. والله خليت أولادي بالبيت يدرسوا أونلاين. إنه جيت الكورونا بالمدارس بعد مش ولا شيء معروف، بالبداية يعني خليتهم بالبيت. وزارة التعليم تجدد وبالساعات بياناتها الإرشادية والوقائية وفقا لتعليمات وزارة الصحة، التي خصصت أيضا موقعا لتتبع حالات الإصابة بكورونا في المدارس، وخصصت صفوفا للعزل الطارئ. اختلف الناس في كندا هذا العام بين من أرسلوا أطفالهم إلى المدارس وبين من اختار التعليم عن بعد، فيما لا تزال وزارة التعليم تطلق الإرشادات والتحذيرات اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا في المدارس. رفاه السعد، العربية، تورنتو.